اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا احنا كنتواجدوا باحد الاحياء الراقيه عندنا في مدينه الدار البيضاء، ومع الاسف كنشوفوا واحد الكارثه البيئيه كبيره هنايا بالحي وبالضبط الشارع ستوندار. كنشوفوا معنا مخلفات البناء مرميه قدام مدرسه ابتدائيه من جهه اللي ملهيه، فوق هادشي كامل يعني الرائحة كريهة جدا، واحد الشكل لا يطاق. طبعا هنا مع الأسف يعني كيعيشوا متشردين بالكلاب، يعني كيوقع الكريساج، راه بزاف ديال الأمور، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي. دائما ملي كتكون واحد المخلفة ديال البناء ولا واحد البلاصة اللي هي كيما بحال هاد المنظر اللي كتشوفوا فيه، راه دائما كيكونوا يعني متشردين لصحاب الكريساج كيتخباو مور هاد الشيء هذا كامل. كما كتلاحظوا راه تما كينعسوا تما، يعني داك هو الملجا ديالهم. مع الاسف هنايا راه كاين يعني بنايات الناس اللي يعني ساكنين، ومع الاسف الشراجم ديالهم كطل لهاد الكارثه الكبرى هذه، سواء من ناحيه ديال الصوره ديال المشهد، لا من ناحية ديال الرائحة، رائحة اللي هي جد كريهة. خصوصا داك لي السفلية دوك بكل سهولة يقدروا يتعرضوا للكريساج. كما كتلاحظوا معانا شوفوا هنا كيف دايرة الدنيا، الشارع زوين، مع الاسف يعني مغطينو بحيط. هذا الحيط هذا كما كتشوفوا معاه، ولكن من موراه راه كاين كارثه كبرى، والرائحه صراحه رائحه جد كريهه. الجهه اليمنيه كاينه عاوتاني مدرسه ابتدائيه كيفما كتلاحظوا معانا هي هذه، الصور ديالها يعني راه حاضر، فهذا كيشكل كذلك خطر كبير. طبعا انا شحال مره احنا كنصوروا هذا المكان هذا، ولكن مع الاسف لم يتحرك ساكن في اي شخص يعني اللي مكلف. لذلك كنعاودو ونكرو ونجدو النداء ديالنا، كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يشوفوا هذا النداء هذا بعين الاعتبار، ويحيدوا هذه الروينه اللي واقعه هنايا كما كتلاحظوا معنا. ما كتشوفوا معنا يعني ولات ملجأ ديال المتشردين كما كتلاحظوا معنا، لا حول ولا. فبالنسبه للناس اللي غيدوزهم شارع ستوندار فيردوا بالهم، خصوصا اللي كيدوزوا في صباح بكري يكونوا خدامين فيحاولوا يردوا بالهم. هنايا اساسا الضو هنايا خافت جدا هنايا في شارع ستوندار. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، على امل هذا البث المباشر وصل للناس المسؤولين ويديروا شي حل لهذه الكارثه البيئيه. فقلنا لكم تبقوا على خير على امل، التقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.